هذا يدفعني إلى أن أسألك سؤال وبوضوح، طالما أنت تحدثت عن هذا الأمر، هل يجوز للإخوان المسلمين الآن في هذه المحنة التي يعيشون فيها أن يكون مرشدهم محمود عزت شخصا مختفيا لا يعلم أحد هل هو بين الأحياء أو الأموات، يتلقون منه أوامرهم وأمورهم وهو مختفي لم يظهر إلا في رسالة أو رسالتين طوال 3 سنوات؟ هل يجوز هذا شرعا؟ الدكتور محمود فوض صلاحياته لفضيلة الشيخ إبراهيم منير، فانتهت مسؤوليته عند هذا الحد. لكن هذا لم يعلن، الإخوان لم يعلنوا هذا. يعني هل الآن إبراهيم منير يعتبر هو مرشد الإخوان؟ نعم، هو بكل صلاحيات المرشد، كل صلاحيات المرشد، وهو يقيم خارج مصر. نعم، وليس له علاقة بما يجري داخل مصر. لا أقول ليس له. وهناك مرشد آخر مختفي. يعني في أزمة قيادة حقيقية في هذه الأزمة حقيقية، وهي سبب الخلاف أصلاً.